لا اللي احنا بنتكلم فيه لو في حتى الدوافع انك تتجوز تاني لازم يبقى فيه بقى قواعد حاكمه للكلام دوت. قواعد الحاكمه اول حاجه ما تعلقش في الشرع، ما اجيش اقول اصل احنا للاسف يقول لك ايه ده الشيخ الشعراوي قال كذا، هو الشعراوي ما قالش، هو انا اللي قلبي ووجداني يميل اني اعمل كده، فبحاول اخد راي فقه يتعلق في رقبته علشان ابرر لنفسي مجتمعيا واقول الشيخ الشعراوي قال. طب ما روحش تقلب ابن حنبل، طب رحت تقول ابن كثير، طب ما رجعتش تقول محمد عبده ده مثلا يعني. انما احنا للاسف دايما نقول لك ايه ربنا قال، وندي لنفسينا صبغه شرعيه ان احنا نتحدث باسم ربنا وان احنا ندي اوامر ونوايا وتعليمات. انا هستغل وجودك النهارده في انك تحلل لي الشخصيات الغريبه اللي طلعت من المبادره دي. هو في بعض الاحيان انا ما اعرفهمش، انا ما شفتهمش للاسف يعني، بس انا لما سمعت حضرتك بتتكلمي بره أريتريا. ما شفتش الفيديو؟ للأسف لا. أريتريا على فكرة عشان فيها حروب كتير جدا وما فيهاش رجالة كتير فرضت الزواج التاني. فحضرتك بتتكلمي، أنا اعتقدت بتتكلمي عن واحدة بتتكلم في أريتريا. لا لا هم دول مصريين زينا ولا في أريتريا؟ مصرية بتقول لك إني فرض إن كل واحدة تجوز جوزها. طيب وبتقول له لازم أنت تتجوز مرة تاني